بالنسبة لي أنا بتعنيني كل حاجة، إرثي، عملي، رزقتي، مهنتي. مش أي إنسان بيقدر يحصل على بيت زي هذا بالقرب من مكان تاريخي وبالقرب من منظر زي هيك. يعني في مثل بيحكي اللي انولد بالسفينة بتسمى ابن البحر، وأنا انولدت داخل هذا المنزل وداخل هذا المكان وهذه المقبرة. شغفي لمعرفة لو معلومة بسيطة عن الأماكن الأثرية والتاريخية في غزة لا يمنع أنه أجتاز أكثر من 27 كيلو من خان يونس لوسط غزة لمعرفة هاي المعلومات. صباح الخير، نهار سعيد، تسلم تسلم، نهار سعيد معك. طبعا شغلنا اليوم قشبرة، اسمي عصام ابراهيم جرادة ابو ابراهيم، انا بسكن في مكان عملي مقبرة الانجليز. مقبرة الانجليز تقع في وسط حي التفاح. انا اسمي ابراهيم جرادة، عمري 27 عام، بشتغل في المؤسسة اللي بترعى مقبرة الإنجليز، مؤسسة دول كومنولث لمقابر الحرب والنصب التذكارية. اسمي مريم سعدي، بدرس في الكلية الجامعية، وسائط متعددة، عمري 20 سنة، من خان يونس. أنا عمر خليل الرملاوي أبو خليل، ساكن بجوار مقبرة الإنجليز الحربية حوالي أكثر من 50 سنة. هذا من يوم ما جينا هان والورد هو زرع هذا، يعني بخلوا منظره غير ما تتصور. تليل الجبل هذا، هيا شايفه، خذ شاي بالبرمية هذه، هذه بدل المرمرية، هي كليل الجبل هذه بتنباع في السوق، ببيعوا رزم زي المرمرية الخضرة. اجرب بنغليها هذه، هلقيت بنغليها. احنا طبعا ساكنين في منطقة التفاح اللي هي من ضمنها منطقة المقبرة، واحنا ساكنين من سنة 1990، يعني حوالي 28 سنة. بيتنا بيبعد عنها حوالي 300 متر إلى الجنوب. فعشنا فترة كبيرة في الفترة في المكان هذا، كانت عبارة عن أشجار كبيرة مزروعة حوالين المقبرة بالسور كامل، مزينة المكان بشكل حلو كتير، عبارة عن غابة، لكن كانت بالشكل هذا زي ما هي من يوم ما انشئنا وعرفناها لحتى الآن، ما تغير الشيء. الأزهار هي والورد هو والإنجيل هو المزروع. ولدت في مقبرة الإنجليز وترعرعت في مقبرة الإنجليز واشتغلت في مقبرة الإنجليز، وورثت عن جدي وأبويا. وأنا الصبح كل يوم لما باشر عملي بحس إن أنا بباشر عملي في جنينتي، في مزرعتي، في متجري، في دكاني. يعني في مثل بيحكي اللي انولد بالسفينة بتسمى ابن البحر، وأنا انولدت داخل هذا المنزل وداخل هذا المكان وهذه المقبرة، ففيها طفولتي وذكرياتي، وارتبطت حياتي في المقبرة، في معالمها، في زوارها. احنا كانت واحنا صغار، يعني في الاعدادي،
كان عندنا معلومات عن انه في مقبره هان انجليزيه وإلها مثيل في دير البلح، فكنا احنا نتشوق لزياره هذا المكان. فطبعا لما احنا كبرنا وجينا سكننا في المنطقه فصرنا نزورها بشكل دوري. اول معرفتي في مقبره الانجليز كانت عن طريق صور تذكاريه لاخويا. في كل مره كنت ازور المقبره اعرف فيها شيء جديد، بس برضه يخلي في عندي مساحه انه استفسر عن شيء جديد. بس كان في مشكله كنت دائما اواجهها، انه في كل مره ببحث عنها ما كانش في شيء يجمع زي مجلد او مرجع يجمع كل المعلومات اللي انا محتاجها في هاي المقبره. نظام واحد واحد، استنى شوي، خليني انا ارتب المكان. احنا هلا متواجدين على مقبره الانجليز الموجوده في شرق غزه في حي التفاح. هاي المقبره مدفونين فيها قتلى الحرب العالميه الاولى والثانيه من الدول التحالف 17 دوله. موطني موطني، الشباب لن يكل همه ان يستقل او يبيد او يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا. فهي الفترة كثير مهم جدا ان نحافظ على الاماكن التاريخية والاثرية، لانه الاحتلال الاسرائيلي يعمل تزوير وتضليل للمفاهيم التاريخية بنتسبها له وبيضلل انه هاي حقيتها للفلسطينيين. هذا المكان اسمه مقبرة غزة العسكرية، والمعروف عندنا في قطاع غزة اسمه مقبرة الإنجليز. مدفون فيها القتلى من قوات التحالف ودول أخرى خلال الحرب العالمية الأولى وخلال الحرب العالمية الثانية. معلومات إضافية عرفتها عن مقبرة الإنجليز كانت إنه هي ثاني أكبر مقابر في فلسطين، هم حوالي 7، في منهم 2 معروفات في بئر السبع، ومنهم في جنين، ومنهم اللي في زوايدة. طبعاً اللي في جنين تقريباً 3000 قتيل، أما في زوايدة 700 قتيل، وفي مقبرة من مقابر بئر السبع يوجد فيها 10000 قتيل. أما اللي في مقبرة حي التفاح، مقبرة الإنجليز في حي التفاح كان أكثر من 3500 قتيل متعددي الجنسيات. أول شيء إنه في جزء للحرب العالمية الأولى وجزء للحرب العالمية الثانية، وين هذا الجزء وين هذا الجزء؟ تمام، في أغلب القبور هنا هي كانت من الحرب العالمية الأولى لشدة وضراوة المعارك كانت موجودة، فكل هذه المنطقة شايفينها حرب عالمية الأولى. لحد هناك بنخلص في 4 بلاطات للحرب العالمية الثانية، وفي هناك بلاطات ثانية مقسمة لبعد الحرب العالمية الثانية. طبعا فترة طويلة من الصراع مرت على فلسطين وعلى الشام، وزي ما انتم عارفين فلسطين لأهميتها الاستراتيجية وموقعها ومناخها ومهبط الديانات السماوية الثلاث والأثار الموجودة فيها، وانها بتطل على البحر الميت وعلى البحر الأبيض المتوسط وغيرها، فكانت مطمع لكل الدول انها تيجي انها تحتلها. وعشان هيك موقعها الاستراتيجي ادى لكثره المعارك اللي دارت في هذه المنطقه، وهذا المكان اللي احنا شايفينه خير شاهد على المعارك والاحداث اللي مرت على هذه البلاد واللي صار عمرها 100 سنه من اليوم. في عام 1917 كانت في 3 معارك مهمه حدثت في غزه، معركه غزه الاولى ومعركه غزه الثانيه ومعركه غزه الثالثه. أهم معركة أثرت على وجود هذه المقبرة وعدد عدد القتلى في هذه المقبرة هي معركة غزة الثالثة. قوة الحرب هاي اللي ظهرت من وراها أكثر من 3500 قتيل في هاي المقبرة أدى لاختيار هذا المكان بسبب قرب
تل المنطار، منطقة تل المنطار لهاي المكان. هنا في المقبرة بتدل على أحقية الفلسطينيين في أرض فلسطين قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي، لأنه بريطانيا كتبت إنه هاي الأرض منحت هبة من أهالي فلسطين إلى أرواح الجنود المشاركة في قوات الحرب في عام 1917. فهذه إحدى دلائل على حقية الفلسطينيين في أرض فلسطين قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. طبعاً التاريخ مهم لنا لأن هذا بيعكس حضارة الشعب الفلسطيني. في كتير أثار في فلسطين ومن ضمنها مقبرة الإنجليز، وهذه طبعاً بتوحي لحاجات كتيرة إنه فلسطين تعرضت لحروب متتالية، وهذا الدليل اللي هي المقبرة هذه دليل على الحروب اللي عاشت فيها فلسطين من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. التاريخ جداً مهم، هو التاريخ لولا التاريخ ما فيش حاضر إلا يعني، هذا جزء من التاريخ، تاريخ التاريخ حتى. آه طبعاً تعد مقبرة الإنجليز لقيت 100 سنة، اليوبيل الفضي احتفلنا فيه قبل أشهر يعني، صار لها 100 سنة هلقيتها قائمة المقبرة هذه، فتعد تاريخ في تاريخ لأجيالنا. ثالث مرة زرت فيها المقبرة كانت مع فريق مخيم للأطفال، كنت بصور لهم. فلما أجا وقت إنه المشرف يتكلم عن المقبرة كانوا الأطفال قاعدين هنا وأنا قعدت معهم زيهم، طلعت الورقة والقلم وصرت أكتب المعلومات بالضبط اللي بيحكيها المشرف، لأنه كانت معلومات تفصيلية أكثر عن المقبرة، كانت عن الرموز والنقوش الموجودة في الشواهد. إبراهيم لو تحكي لي بس عن الشعار هانا، عن إيش بدل هذا الشعار؟ طبعاً كل شعار بدل على وحدة معينة اللي كان يقاتل فيها، طبعاً. يعني هذا الشعار غالباً برمز عندنا للوحدة الملكية. صحيح. طبعاً على القبر مكتوب الرقم العسكري وبرايفت إنه كان هو القوات الخاصة. من القوات الخاصة. صح. مزبوط. واختصار اسمه واسم والده واسم العيلة. آه. هذا من أول يوم في المعركة قتل، هذا لأنه المعركة بدت 17 أولها، لكن ابتدت كفعلياً في 19 أبريل. فهو في أول يوم. في شواهد بتلاقيها مثلاً ما عليها الأكواد هذه أو برايفت أو هذا. تمام. هذه بتكون صح سبب إنه ال- 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 القائد هذا الجندي أو المشارك في الحرب فقد القلادة تبعته، اللي بتدل على شخصيته صح؟ في بيكون فقد القلادة تبعته. آه. بيكونوا لقوا جثة لكن ما تعرفوا على أيون بالضبط. هاي هانا مثلاً. بدون لا شعر. كنس الأماكن اللي عملناها ونجيب المشرف هالجيه. الزوايد هذه كل العشبية طلع، يعني الزوايد هذه القشميرها طلع على القبر وبتوطي هذا. طبعا طبيعة شغلنا كإحنا جنانية بنتعامل مع الزهور مع الأشتال، الشجرة الكبيرة بنظبطها بنقلمها، الإنجيل العالي بنقصه. أبو حكيم يعطيك العافية. طبعا من اجمل اعمال في العالم انا بعدها اني اعمل تتعامل مع الزهور والاشكال والطبيعه الطبيعيه، يعني فيش بعد هيك طبيعه وفيش بعد هيك جو في الدنيا. طبعا
طبيعة عملي بتحكي عن أكثر شيء عن استقبال الزوار من خارج قطاع غزة ومن داخل قطاع غزة والاندماج مع المجتمع المحلي ومع المدارس والجامعات. كان باستمرار يجي وفود أجنبية من بريطانيا، من هولندا، من كل اللي اشتركوا في الحرب العالمية الأولى والثانية، كانوا بيجوا بيعملوا زياراتهم هان، هم وأهالي المدفونين هان. يعني أنت بتشوف واحد اختيار جاي، اختيار هذا بكون أبوه أو جده هو الشخص المدفون هان. يعني بتفاجأ اجيت من بعيد كده أنا، وإز بزائر طبعا أجنبي يمكن عمره لا يقل عن 66 سنة، وبيبكي بكاء يعني شديد. يعني فبسأله يعني ليش تبكي؟ قال لي هذا بكون يعني جدي. الزيارات على مقبرة الإنجليز خفت كتير من قبل أهالي وذوي الضحايا بسبب الوضع السياسي السيء في قطاع غزة، وحاليا إحنا بنقوم بخدمة وضع الأكاليل كشيء بديل عن الزيارة، فهم بيبعتوا إكليل من الورود من الخارج وإحنا بنقوم بوضعه على القبر المطلوب، وبعد هيك بنبعث لهم صور الإكليل وهو محطوط على القبر. للأمانة إنه كنا إحنا مرتبطين ارتباط شديد جداً في المكان هذا، حتى لو إن لما كنا يعني لما سافرت على مصر أدرس قعدة 4 سنوات كنت أشتاق كتير للمكان هذا بشكل شديد جداً. أول ما كنت آجي من برا من مصر في الإجازات الصيفية كنت فوراً أنزل أسلم على الأهل وهان وهان، وآجي فوراً ألف لفة هنا في المكان هذا. طيب بقى كانت حبتها هالقد؟ حبتها جدا، صح حبتها جدا، لكن نوايا كبيره شويه مش عارف زي هذه البلح اللي طلع عليها شايفها هذه، بس هذه كان نوعها مختلف سعودي. انت لو اجيت لقحناها كويس وكبر حبه، هذا مش ملقح يا عمي، كبرت هيك. السنه ما لقحتهاش، السنه مش ملقحه. طيب هذه لعلمك النخله، هذه ممتازه. عارف هذه؟ عارف هذه كيف؟ هذه هيك، هذه وصفر صفر كبيره ومترطب، ممتاز ومترطب كمان. اسمع، هذه ما كنت تاكله انت وترمو. هذا من البلح السعودي اللي عن جد. من الكبير كمان، خذ لك بنيه منها. انا من الكبير بس تطلع حافظ عليها. بس استنى نلقحها كل سنه. وهذا المكان له ذكريات كثير عندنا. كنا نقعد احنا وابو ربيع على المكان المقعد اللي كنا قاعدين فيه غاد، ونشرب شاي صباحا كل يوم جمعة، بالإضافة إلى أنه كنا نقعد بجوار البيت تبعه في الليل، نقبل نقعد ونسهر ونشرب شاي. وكنا في الليل أحيانا لما كنا شباب نتمشى هان، أنا وربيع أو أنا وعصام نقعد نتمشى في الليل، نتمشى هيك ونحكي قصص وحاجات ونتحدث في مواضيع كتير، ونقبل نقعد على المقعد اللي هناك هذاك، في كان مقعد غدا كنا بنقعد عنده ونسهر يعني احيانا للساعه 12 بالليل واحنا قاعدين. انا حتى لما اكون متضايق او يعني عايز اكون لحالي فباجي هنا احيانا في الليل، بحس بنوع من الراحه النفسيه ونوع من الهدوء والرخاء، فبتتغير شويه نفسيته الواحد. ويمكن من المواقف الطريفه اللي كانت تمر علي ايام ما كنت خاطب، فكل واحد لما بده يكلم خطيبته انه يحب يكون في جو رومانسي او يبعد عن الناس شويه، فكان انا الجو تبعي جوا في المقبره بين الشجر وبين القبور، وكان الواحد ياخذ راحته في الحكي ضامن انه ما حدش حيسمع يعني من الاموات. الله يرحمه ابو ربيع كان يقول جار الاموات احسن من جار الاحياء، بتريح معاهم دائما، لا حد بيقول له وين انت، ولا حد رايح ولا حد جاي. واحنا بناء على كلامه فعلا يعني انت لما يكون فيش عندك جيران تقريبا ترتاح جدا. هو الجيران بيقدرش يستغنى عنهم الانسان، لكن لما يكون جار كويس
ومريح جدا، فما بالك لما يكون ميت ما بتحسش فيه بتاتا. انا عمري حوالي لقيتها 57 عام، يعني السؤال هذا انا من حد ما كبرت على الدنيا وانا بنسال كيف جارك وانت مقبره. فطبعا السؤال هذا ما فيش، انا شعوري وانا بشتغل معاهم مرتاح جدا جدا، لانك انت بتعامل اموات ساكتين هاديين نايمين. احنا كنا بنعتبرها مش مقبرة لأنه تعودنا عليها وصرنا نشوفها وما بنخافش لما بنخشها، لكن في ناس تانيين لو اجيت تقول لهم تعالوا بدنا نتمشى بالليل هان بقول لك ايش نتمشى في وسط مقبرة. هي طبعا كلمة مقبرة للناس يعني نوعا ما مزعجة لبعض الناس، لأنها خلاص نهاية الإنسان مقبرة وبتشكله في 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 إطار حياته قصة تانية. لكن مقبرة الإنجليز عندنا مش يعني بيجي مية جديد بندفنه، لا مكان أثري ما بسبب الناس أي إحراج، بل بالعكس أنا إني يعني بشتغل بمهنتي بكل شرف وبسالة وإخلاص يعني وأمانة. أنا مبسوط جداً في المكان هذا لأنه أنا جار المقبرة، وبفضل أنه أقضي بقية حياتي في المكان هذا مرتاح هيك مع جيراني ومع وجود المقبرة هاي وفي بيت اللي موجود حواليها. صدقني لما أقول لك لما أروح على البلد أو أطلع على 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 البحر، خلينا نقول على البحر، بأشتاق للنص ساعة اللي أرجع أقضيها بشغلي هذا. لو توفر لي عمل وفلوس ومكان أجمل من كده بسيبش المكان هذا، بسيبش مقبرة الإنجليز.